رائد جمعية المنوال العالمية وورشة الإبداع وجمعية ورشة الإبداع. الحمد لله اليوم حنايا كنديروا يعني حنا في واحد المعرض اللي بشراكة مع مندوبية الثقافة ديال أسفي. كما كتلاحظوا يعني كاينين لوحات يعني ديال مجموعة ديال الفنانين من بينهم فرتال أستاذ الحلوبي يعني, وكاين بزاف الفنانين اللي كاينين معنا. خطط لي أستاذ في مسجد الحسن الثاني, خطط هو عبد الحكيم أبو رضا, ومنساوش الحياة حتى هي يا ماما حياة فنانة ديالنا, وبزاف الفنانين اللي مشاركين معنا. احنا هذا المعرض هذا هو دار تزامنا مع اليوم العالمي للفن التشكيلي يعني. وبالمناسبة احنا اليوم يعني كنديروا تخليد لواحد المنحوتة اللي كان دارها لنا واحد الفنان واحد النحات عالمي بكري الفل, باش اننا نثبتوا الاسم ديالو باش يبقى خالد على هذا المنحوت ديالو. حاضرة المحيط أسفي اليوم واحد الحدث جميل, حدث دولي. هذا الحدانة باقتراح من النحات العالمي بكري الفل, وبمباركة من مديرية الثقافة بمدينة أسفي, وتحت تنسيق السي عتبان اللي هو رئيس ورشة وملوانة العالم. إذا هذه المنحوتة اللي أكيد أن الصدى ديالها والإشعاع ديالها سيخترق المدينة والجهة والمغرب ليصل إلى جميع أرجاء المعمور. إذا احتراما للتصور الذي كان عند الفنحات بكري الفل, فهذا راه أسد صغير ولو أن الشكل العام ديالو كيبان بحال شي فهد أو لابوءة, ولكن هذا لا يهم. المهم أنه عمل دولي لأن بكري عنده منحوتات في دول العالم, ووعد بأنه سيأتي إلى أسفي وسينحت أو الفاسكولتي دوتخ ينحت منحوتات أخرى أكبر وأجمل ماشي غير في أسفي, في جميع المدن المتاخمة للمدينة. ما نسوش اللي كان لهم الفضل أو البادرة في البداية, وهناك نذكروا المرحومة مونيا وجمعية القيدومة ولالا زينب أجبار. المنحوتية التي أقرت منظمة اليونسكو سنة 2019 نحتفي بفنون تشكيلية بهذا اليوم من خلال هذا المعرض التشكيلي, وهو احتفاء بالأمل واحتفاء بالتفاؤل واحتفاء بمزيد أفضل إن شاء الله. نتمنى أن هذا المعرض ينال الإعجاب ديالكم, وشكرا لكم.
Thank you.